لواء طبيب أسنان محمد جمعة عبد الله مستشار تقويم الأسنان بمستشفى وادي النيل، آه النهارده إحنا عاوزين نتكلم على موضوع بيهم كل الآباء والأمهات وهو إمتى نبتدي تقويم الأسنان لأطفالنا؟ لأن بيبقى فيه حيرة آه وتساؤل عند الآباء والأمهات عن تاريخ بدء تقويم الأسنان للأطفال هل نبتدي في وقت مبكر ولا بننتظر بعد تبديل الأسنان؟ طبعا أنا بنصح الآباء والأمهات لما نبقى حاسين إن في شك في وجود عيب في الأسنان أو في الفكين بنعرض الطفل على أخصائي تقويم الأسنان لأن هو اللي بيقدر يحدد هل العيب اللي موجود عند الطفل في عظام الفكين أو في الأسنان لأن الموضوع ده مهم جدا. في حالة وجود العيب في عظام الفكين بيفضل إن احنا نبتدي تقويم الأسنان في سن مبكر يعني بداية من 6 سنين ل 8 -9 سنين عشان بنقدر نستخدم أجهزة تقويم أسنان لتصليح وإصلاح عيوب الفكين سواء الفك العلوي أو الفك السفلي، أحياناً بيبقى عندنا بروز أو ضمور في أحد الفكين. في الحالة دي في الاكتشاف المبكر والتشخيص السليم بنقدر بأجهزة تقويم بسيطة نقدر نعالج هذه العيوب، وإلا لو اتأخرنا في العلاج واكتمل نمو الطفل في الحالة دي بنحتاج إن احنا نلجأ للتقويم الجراحي في سن متأخر بعد سن 18 سنه. في حالة إذا كان العيب في الأسنان بيتم التشخيص أحيانا بنبتدي التقويم في سن مبكر وأحيانا بنأجل بدء تقويم الأسنان إلى ما بعد انتهاء واكتمال ظهور الأسنان المستديمة. طبعا تقويم الأسنان في تطور مستمر ويمكن آخر صيحة عندنا وبنشتغل بيها التقويم الغير مرئي وله حالات بيتم استخدام التقويم الغير مرئي وبتجيب نتائج أكتر من ممتازة